أعداد كبيرة من مرضى كورونا تماثلوا للشفاء. السويد ستقوم بتحديث نصائح السفر كل أسبوعين. كورونا تدفع النساء للعمل في الدعارة. أخبار السويد بإيجاز. رقم قياسي لعدد الأثرياء في السويد. ارتفع عدد الأشخاص الذين يملكون ملايين الدولارات في السويد من 129 ألف شخص عام 2018 إلى 142 ألف عام 2019 ليصبح أعلى رقم منذ 24 عام. 96% من حالات العناية المشددة تماثلت للشفاء. أظهر تقرير جديد أن معدل وفيات المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المشددة تراجع بشكل كبير من 34% في أذار مارس الماضي إلى 4% في أيار مايو. نصائح دورية من وزارة الخارجية حول السفر. أعلنت وزيرة الخارجية آن ليندي أن الوزارة ستحدث نصائحها حول السفر كل أسبوعين ابتداء من 15 من يوليو تموز لإيصال معلومات للمسافرين حول التغييرات الطارئة. أزمة كورونا تدفع المزيد من النساء للعمل في الدعارة. بسبب التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا لوحظ ازدياد عدد النساء الذين يعملن في مجال الدعارة في السويد وانتشار المزيد من الإعلانات على الإنترنت. ترامب يمتدح السويد. Now it's time to be open. It's time to stay open, and we will put out the fires as they come up. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة، مشيرا إلى السويد ودول أخرى كمثال إيجابي. شركات تحتال للحصول على تعويض الإجازات المرضية. كشفت مصلحة التأمينات الاجتماعية عن 300 حالة احتيال وغش قامت بها شركات للحصول على تعويض الإجازات المرضية الذي خصصته الحكومة خلال أزمة كورونا. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.